تعبان شوية مصر. في حاجة حصلت؟ هيحصل ايه بس يا زينة؟ شكلك كده مش عاجبني. امسك. زينب انا لازم اتجوز. اخسى عليك وقعت قلبي. ما هو ده املي انا كمان. اصبر شوية هنتجوز. مستحيل يا زينب. احنا بقالنا شهور بنحاول لكن مفيش فايدة. قصدك ايه؟ حسين مش هيطلقك، هي دي الحقيقة. يعني ايه؟ انت عارفة ان شغلي ابتدى يكبر في السوق وبقى لي اسم. واحد زيي لازم يبقى له وضع اجتماعي، يعني لازم اكون متجوز. زينب انت عارفة انا بحبك قد ايه؟ وعمري ما حبيت حد غيرك. واذا كنت هتجوز فده عشان شغلي وعشانك انت كمان. عشاني؟ ايوه يا زينب عشانك انت صدقيني، وخصوصا لو عرفتي هتجوز مين. ميرفت مش كده؟ ايوه. ايه رايك؟ كنت حاسه. وهنفضل مع بعض، علاقتنا هتفضل زي ما هي. صدقيني يا زينب انا فكرت كتير، هو ده احسن حل. انت ترجعي لجوزك وانا اتجوز ميرفت، وساعتها ما حدش هيشك فينا. اه يا سيف يا نجل، مش كفايه فضلت ورايا لغايه ما سبت بيتي وجوزي، ودلوقتي عاوز تعملني زي واحدة مامس؟ زينب قدري موقفي انا كمان، طب اعمل ايه؟ هو عليك. عشان اعمل ايه يعني؟ اروح اقتل جوزك عشان يطلقك؟ يكون في علمك لا هطلقك ولا هتعذبي هنا تاني، هسيبك كده زي البيت الواقف. اعمل ايه يعني؟ اروح اقتل جوزك عشان يطلقك؟ لسه هنا؟ مش عاوز تعرف انا كنت عايزه اتطلق عشان مين؟ قلتلك ما يهمنيش. حتى لو عرفت انه مدحت؟ كدابه، ما لقيتيش غير مدحت توسخيه. طول عمرك حقيره وحقوده. وانا زي التايه مش عارفه اعمل ايه. مدحت انا لازم اشوفك حالا. ارجوك يا زينب بلاش نتقابل اليومين دول. ليه يا مدحت؟ يا حبيبتي انا فهمتك على كل حاجه. انا كل غرضي ان علاقتنا تستمر ومحدش يشك فينا. طيب يا مدحت انا هبقى اكلمك تاني. صدقت؟ يا كلب يا مجرمة، انت السبب في ده كله. انا لازم اقتلك، انا لازم اقتلك. أحقر إنسانة شفتها في حياتي. معاك حق، بس ده كلام فات أوان وخلاص. اسمع يا حسين،
إذا كان الحب ما قدرش يجمعنا يبقى الكره هو اللي لازم يجمعنا. الكره كلمة قليلة قوي على اللي بحس بيه ناحيتك. أنا كمان بكره نفسي وبكرهك، بس بكره مدحت أكتر، وأنت كمان لازم تكرهه. اسمع يا حسين، أنا بفكر في خطة ننتقم منه إحنا الاتنين وتطلع أنت زي الشعرة من العجين. أنا هدبر معاه ميعاد وأنت تفاجئنا وتقتله وكأنك كنت بتدافع عن شرفك، وبكده تنتقم أنت منه وانتقم أنا لنفسي. أنا هسيبك تفكر يا حسين، فكر كويس وأنا مستنياك. جاب لي ايه؟ على فكرة ده بيسلم عليك قوي، وكان عايز يطلع معايا لولا انه مرتبط بميعاد شغل. ميرفت، انا عايز اسألك سؤال، انت بتحبي مدحت؟ طبعا يا حسين، ولا ما كنتش وافقت على الخطوبة؟ وهو كمان بيحبك؟ انا عارفة انت عايز تقول ايه. مدحت كان صريح معايا وحكى لي على كل حاجة. حكى لك على ايه؟ مدحت زي أي شاب، كان له علاقات، ده حتى كان يعرف واحدة متجوزة، لكن من يوم ما خطبني خلاص قطع علاقته بيها. وعرفت منين إنه قطع علاقته بيها؟ صدقني، مدحت اتغير، بقى بني آدم تاني خالص يا حسين. فعلاً. بني ادم تاني خالص. الف الف مبروك يا جماعه. انا في الحقيقه مش قادر اعبر عن سعادتي انكم رجعتوا لبعض. اكتشفت انا وزينب اننا ما نقدرش نستغنى عن بعض. عشان كده كان عندي امل انكم هتعقلوا وتبطلوا لعب العيال الصغيره ده. احنا تعبناك قوي يا مدحت، مش عارف من غيرك كان هيحصل ايه. صحيح الصديق المخلص عملة نادرة قوي اليومين دول. علشان كده يا صديقي المخلص ده عايز يخلص بقى ويكتب كتابه بسرعة. هو مستعجل على ايه كده؟ أنا أصلي عايز أفرح بيكم، ده أنا حتى ناوي أعمل لكم فرح ما اتعملش قبل كده. عايز الناس كلها تتكلم عن الفرح ده، خصوصا الجرايد. ما قدرتش اتكلم وياه هنا، ميرفت كانت معانا طول الوقت، هتصل بيه بكره.